العشرون من مارس من عام 2007 وفي حفل رسمي الحكومة العمانية تسلم الحكومة الباكستانية مفاتيح قلعة جوادر بعد أن تولت السلطنة ترميمها وإعادتها بهية جميلة كيوم انشاها سلطان بن احمد بن سعيد كانت غوادر هديه ثمينه من نصير خان حاكم الكلات في عام 1783 وثمانين وفي عام الف يحكم سلطان بن احمد عمان ويولي عليها سيف بن علي ويامره ببناء القلعه ويجد فيها سلطان بن احمد قاعده لاستكشافاته البحريه ومن بعده يجد فيها سعيد بن سلطان ميناء مهما يضاف إلى عقد موانئه الاقتصادية في بلوجستان ومكران بريطانيا توقع في عام 1865 اتفاقا مع السلطان ثويني لإمداد خطوط التلغراف هناك ويواصل ابنه سالم بعده تولي هذا الملف الإمام عزان بن قيس يحاول بسط سيطرته على جوادر وكذلك يفعل عبد العزيز بن سعيد فيما يجد فيها السلطان تركي بن سعيد ملاذا للاستجمام ويتوالى السلاطين والولى عمان تنشئ المدارس والمساجد ومراكز العلاج وغوادر تمد خزينه الدوله بعشرات الالاف من الريالات النمساويه وبجحافل من الجنود لسلطنه مسقط وعمان وجوادر وكلما تنامت اهميتها كبرت المطالبات الفارسيه تاره ثم الباكستانيه تاره اخرى بجوادر ليجد السلطان سعيد بن تيمور نفسه وباقتراح من بريطانيا أمام الأمر الواقع ليتنازل عنها لباكستان في عام 1958 مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني وجملة من الاشتراطات